مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. أكيد النهاردة الموضوع مختلف شوية. الرياضة توقفت في العالم كله تقريبا، لكن احنا النهاردة عندنا دور مهم جدا كإعلام مصري للعالم، للشعب المصري. دور مهم جدا لازم نتكلم فيه ونتكلم مع كل الناس ونخاطب الناس بشكل مختلف حتى لو كان مجال رياضي. النهارده كل الناس تقول قناه الاهلي هتتكلم في ايه؟ هتتكلم في الرياضه؟ ما الرياضه قفلت. اكيد بتتكلموا صح، الرياضه قفلت. بس الرياضه قفلت عشان في فيروس في العالم، كورونا منتشر في العالم. النهارده على ارض الواقع الدوله المصريه واقفه مكمله في قرار رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي بوقف الدراسة، وقف النشاط الرياضي، وإيقاف 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 15 يوم. إجراءات احترازية بحتة، إجراءات مهمة ما نقدرش نعلق عليها، لأن الدولة المصرية أهم حاجة عندها هو المواطن المصري. المواطن المصري ده هو أهم حاجة في الدولة، هو اللي بيعمل كل حاجة. المواطن هو اللي بيلعب رياضة، هو اللي بيروح الصناعة ويشتغل صناعة، بيروح يعلم، بيروح نربي أجيال، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فالدولة المصرية الإجراءات الاحترازية بتاعتها 15 يوم أو 14 يوم لهذا، وده لا تعليق. بنشكرهم جدا جدا. بنتمنى بقى الشعب بحاجة مختلفة تماما. إيه المطلوب مننا؟ كلنا بنتكلم القرار و15 يوم هنعمل إيه مش هنعمل إيه. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب مننا كشعب مصري؟ لازم نفكر كويس قوي اللي بيحصل حوالينا. المطلوب مننا إن إحنا نحافظ على الإجراءات دي، ننفذها، نطبقها بفكر كويس لكل الناس، من أول من سينا لغاية أسوان، كل مصر لازم تطبق الإجراءات دي. نطبق، لو كل واحد طبق على نفسه هذه الإجراءات إن شاء الله هنعدي وهتبقى الدنيا حلوة ونرجع ونتبسط ونضحك. طول عمر الشعب المصري كده، وقف في أزمات كتيرة جدا جدا جدا، وقفنا على بعض بس وقفنا صف واحد. النهاردة لازم نكون كلنا رجل واحد. الرجل الواحد ده يعني كلنا ماشيين في اتجاه واحد، يعني ما بقاش ولا خلينا هنتكلم على السوشيال ميديا دلوقتي حالا برضو كمان شوية، لكن خلينا نقول ان الاجراءات نظافة، ازاي ولادنا نحافظ عليهم، ازاي نحافظ ما نسلمش على الناس. كل الناس، كل القنوات وكل الناس اتكلمت على هذه الاجراءات، ناخدها مأخذ الجد، يعني ما نفكرش كتير، ما نفكرش، ده مش عيب ان احنا ما نفكرش في اجراءات العالم سبقنا فيها، 1 2 3 4، ما نفكرش نظافه، ما نفكرش ولادنا ازاي ياكلوا، ازاي يشربوا، ازاي ما نتعاملش مع بره كتير، ازاي الناس تروح شغلها وترجع بعد شغلها تقعد في البيت. شيء مهم جدا الناس تخلص شغلها ترجع من شغلها تقعد في البيت. ما بالعكس، اقعد مع اولادك، اقعد مع اسرتك، اقعد بشكل مختلف، لان كل الرجاله اللي شغاله تقريبا ما بيقعدوش مع اولادهم، بيشتغلوا تقريبا مدة طويلة في اليوم. النهاردة على أرض الواقع في وقت جالك مساحة مهمة تقعد مع أولادك عشان نعمل الأسرة المصرية. لازم نطلع منها بإيجابية. الموضوع مش عشان اللي احنا يا عمي سيبك ولا نقعد نتكلم في الشارع، ليه؟ ما تقعد مع أولادك، اقعد مع مراتك، اقعد اتكلم معاهم، شوف مشاكلهم اللي كلنا ما كناش قاعدين معاهم. الأغلب الرجالة وأنا منهم برضه بصراحة شديدة ما بنعملش ده، ما بنقعدش، لا نقعد ونشوف المشاكل ونشوف الولاد ويحصل ألفة واستئناس في العيلة. ده الأصول، ونتكلم ونشوف وهكذا. لو احنا عملنا ده وطبقنا ده احنا نجحنا كدولة بالمواطن المصري. احنا نجحنا كدولة بالمواطن المصري. شيء مهم جدا ان كل شخص يشوف دوره، يؤدي دور. لو أدينا دوره، لو كل واحد أدى دوره في المجتمع المصري هنعدي وهتمشي. نروح بقى للسوشيال ميديا. موضوع السوشيال ميديا ده بقى موضوع، يعني انا من وجهه نظري بصراحه شديده هتكلم عليه. موضوع بجد كفايه رهبه للناس، رعب، ذعر، اثاره وكلام كثير جدا. وبصراحه شديده الدوله المصريه على طول اول ما الخبر يطلع بتكون رده وقايله في الوقت واللحظه والثانيه والتو. شيء مهم جدا ان احنا كفايه السوشيال ميديا بننقل اخبار ونعمل شير وفورورد للناس. تليفوني ده
اللي انا ماسكه قدامي ده، ما بيبطلش من الواتساب وما بيبطلش من الفيسبوك، ما بيبطلش. كل الناس بتشير ما شاء الله، بقينا 100 مليون دكتور، 100 مليون دكتور في مصر، وكل واحد بيتكلم بشكل. هي الاجراءات معروفه والطريق اللي احنا نخرج من الازمه دي معروف، ما نقعدش نختلف، نخرج كثيرا. كل واحد بقى يقوم طالع عامل لايف على السوشيال ميديا بيتكلم ونعمل كذا ونعمل كذا. ليه؟ نيجي تساله ليه؟ هو حضرتك دكتور؟ هو حضرتك عشرت الكورونا قبل كده؟ هو حضرتك عارف حاجه؟ حضرتك مش عارف. في ناس عارفه وناس بتؤدي دورها في الدوله اللي هي خايفه علينا. صدقوني اكيد ده لازم يكون واقع، لازم يكون هي دي الثقه اللي موجوده بينا كلنا. مش هتلاقي مثلا، انا ليا ناس صحابي يقول لك اصل واحد صاحبي تعب وقعد في بيت لوحده باي مناسبه، بتروح المستشفى وتقول له هو مين، يقعد يتوه فيك. بلاش تتويه للناس، بلاش كل شويه نقول خبر وخلاص. الدوله المصريه حطت مستشفيات بعينها، 1 2 3 4 في كل المحافظات باسماء معروفه، اي حد يتعب يروح، ما فيهاش مشكله، ان شاء الله تعدي. ما فيش حاجه في الدنيا، هو المرض الموجود ده هيؤثر على ايه؟ لو كان ربنا كاتب البني ادم هيموت، هيموت خلاص، مهما جريت منه. كلنا كده، مهما جريت منه، لو ليا وقت النهارده خلاص خلص الموضوع. فلازم بس نقول كلمتين مهمين للسوشيال ميديا، البهوات والاساتذه والكباتن والناس الافاضل اللي قاعدين على السوشيال ميديا، تحروا الدقه في الفورورد بتاعكم، تحلوا او يعني حاولوا بجد تتحروا الدقه في اللي بتديله شير، لان دي امانه مهمه جدا علينا كلنا. ان انا بشير حاجه اشير ومتاكد ان هي 100% صح، اشير كلام من منظمه عالميه ماشي، لكن اشير كلام من واحد صاحبي وخلاص ما ينفعش. فلازم الدور المهم علينا في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا كمان مره واقول وقع كمان بالمناسبه، يعني دور مهم جدا ان انت تكون بتتحرى الدقه في الشير اللي انت بتعمله، لان الشير ده بيجي على ناس، والناس ممكن تكون قلبها مش جامد زيك، يحصل هزه للبني ادم. ليه نهز بعضينا؟ بالعكس، النهارده لازم نكون كل الناس اصطفاف واحد تجاه واحد، كلنا ايدينا في ايدين بعض، كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان الدنيا تمشي وتروح لحته مهمه جدا، وهو بر الامان. وان شاء الله باذن الله، ثقه بالله، ان احنا هنروح لبر الامان قريب جدا، بس اهم حاجه نكون ايدينا في ايدين بعض.